بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، هذه الجماهير المصرية تنتظر هذه البداية والانطلاقة بعدما لم يسجل المنتخب المصري حضور المتوقع في كأس العالم الأخيرة بالخسارة في 3 لقاءات، بل إن المنتخب المصري في 9 مباريات منذ فوزه على الكونغو مباراة التأهل يوم 17 أغسطس في عام 2017، 9 لقاءات 3 تعادلات و6 هزائم، منها الهزائم 3 طبعا أمام أوروغواي بهدف، وأمام روسيا 1-3، وأمام السعودية 1-2. تشكيل اليوم من ضمن يعني الأمور، آدي أمامنا تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم. واضح والواحد على طول مروان محسن، لكن تعود إلى النني محمد صلاح، وحكم اللقاء يدي ركلة جزاء، حكم اللقاء يدي ركلة جزاء أمامنا هنا النجم المصري محمد صلاح في انفراد هنا في هذه اللقطة، والتدخل لم يتردد الحكم ندياي الحكم السنغالي في احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح، وداوودة كسالي محمد صلاح يضيع.